مساء النور، مساء الضباب، مساء الرذاذ لك حوراء ومحمد وكل من يتابع برنامج الناس والخريف في هذا التواصل اليومي وقصص الخريف الكثيرة اللي نحن من خلال الربط المباشر وفقرة مكان نحاول أن ننقل الصورة كما هي. اليوم إحنا من دهك أوطين، هذه المنطقة الجميلة والمرتفع الجبلي قريب من مدينة طويعتير، مكان وخيار آخر من خيارات الأمكنة السياحية الجميلة في محافظة ظفار. اليوم الصورة هي من تتكلم من خلال المشاهدة والرؤية الواضحة في هذه المنطقة الجبلية الجميلة. دهك أوطين جمالية ومفردة طبيعية مختلفة فريدة، راح نتعرف عليها بإذن الله في الوقفة القادمة من برنامج الناس والخريف، والصورة هي من تحكي المفردة الطبيعية. أهلا بكم في الناس والخريف، والتواصل يستمر معكم إلى الرابعة عصرا.